قرية سلفيت أو بلدة سلفيت أو مدينة سلفيت أو محافظة سلفيت، كيف ما بدكم سموها. المهم هذه البلدة أو اللي أصبحت مدينة ومحافظة بالأصل هي كنعانية، وحسب التاريخ يعني عدة أسماء إلها، لكن الاسم اللي هو سلفيت يعني مركب الاسم باللاتينية يعني سلة العنب، لكن بلغات تانية له معاني كثيرة. على كل حال هذه البلدة أو المدينة اللي أنتم شايفينها يعني مشهورة بكروم الزيتون وكروم العنب، يعني لأنهم وجدوا كثير معاصر عنب حجرية في بلدة سلفيت، دليل على أنها كانت مزروعة بكروم العنب. أيضا عندهم آلاف الدنومات من الفواكه، من التين والبركوك والخوخ، كله رايحين تتابعوه معنا لما إحنا وإياكم نشت على البلد. يلا سيد تحسين أبو سليمي، رئيس بلدية سلفيت الحاج أبو عمر، نرحب فيك في برنامج حروف وطن. قرية صغيرة، بلدة، مدينة، محافظة سلفيت، لكن احنا رح نركز حكينا وخلافنا كلياته عن سلفيت البلد. في البداية قديش عدد المواطنين أو سكان بلدة سلفيت اللي تشملهم خدمات البلدية؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في مدينة سلفيت ومحافظة سلفيت. عدد سكان سلفيت 9000 نسمة حسب الإحصاء الفلسطيني، وفيها أيضا 3000 من المواطنين اللي ساكنين في مدينة سلفيت من خارج المحافظة، فالعدد يعني الإجمالي يعني حوالي 12000 مواطن. حج، أكبر العائلات الأصيلة الأصلية في مدينة سلفيت، يعني اللي أصلهم من قرية سلفيت؟ نعم، هي العائلات في سلفيت أول شيء في 20 عائلة بسلفيت. ما شاء الله. والأكبر عائلة اللي هي دار بني نمرة. بني نمرة الأكبر عائلة عدد سكان. هذول سلفيتية أصليين. سلفيتية أصليين، في منهم مهاجرين. في منهم مهاجرين. بالضبط، فالأكبر العائلات اللي خلينا نقول اللي عددها أكبر في المدينة اللي هي دار بني نمرة وآل شتيه وآل سليم ودار دحدول، هاي أكبر عائلات في عدد سكان في مدينة. في مغتربين ومهجرين؟ في 50% تقريبا 50% من السكان خارج الوطن. خارج الوطن. نعم. طيب حج ابو عمر، احنا لا بدنا نحكي عن انجازات ولا ايش، الانجازات الصوره والكاميرا رايحه تشوفها، لكن بدي الشغله اللي الحج ابو عمر وهو قاعد في البلديه، هذا سؤال انا للجميع بطرحه، هو قاعد في البلديه حتى هو قاعد في الدار على البرندة او بكزدر بين هالشجر او هذا، بقول في هالشغله يا جماعه الخير والله ناقصه سلفيت او لازم تنعمل، شو هي هالشغله؟ هي الشغلة اللي احنا ما قدرناش نحققها كمجلس بلدي، اللي هي عمل محطة تنقية المياه العادمة في المدينة. ليش ابو؟ ليش؟ لأنه العائق من الإسرائيليين، يعني التمويل كان موجود ومرصود لها الأموال اللازمة لعمل المحطة، لكن الإسرائيليين لأنهم ما عالجوا مياه مستوطنة أرئيل، وبالتالي لو عملنا محطة، والألمان طبعا الكي اف دبليو هم اللي راصدين المبلغ من أجل عمل المحطة، أجلوا الموضوع لأنه لا يعقل أنه إحنا نعمل محطة ونكب المي المنقى على مي مياه عادمة مش منقى، وبالتالي كأنه ما عالجوا البيئة وظلت مشاكل البيئة معلقة هيك، وظلت يعني معلق الموضوع. الإسرائيليين من 10 سنين وهم بيماطلوا في الموضوع، واليوم وبكره بالضبط، وبقولوا بدنا ننقل مرات المياه على الخط الأخضر عشان يستفيدوا فيها للزراعة، لكن كل هذا حكي وتسويف وقت كسب للوقت. الكهرباء في البلد منيحة حاج؟ الكهرباء عندنا ممتازة جدا. شبكة الكهرباء، كل دار واصلتها الكهرباء؟ جميع الدور واصلها كهرباء، واصلها الشبكة، واصلها الخدمة بشكل المي برضو، المي ولا المي كيف بشكل جيد، وحتى المصانع اللي بتشتغل عندنا كمان ماخذة كهرباء، والموضوع في حركة صناعية منيحة. في حركة صناعية جميلة. المي واصل كل الدور؟ والمي أيضا واصل إلى جميع الدور، لكن مرات بيجي مواطن يعني بيبني دار بعيد عن الشبكة،
فبنتعاون احنا معها على اساس نقدر نوصل له هاي الخدمه. صرف بس صحي فيها البلد، وصرف صحي البلد 75% من المنازل مشبوكه على الصرف الصحي، من 25 الثانيات وال 25 الباقيات حتى الان، لانه اي منطقه بدك تعمل فيها شبكه صرف صحي لازم تكون موافي للشروط الألمانية، من حيث عدد السكان، من حيث الأماكن العامة، مدارس، روضات، جوامع، حتى إنه هاي لازم يكون في عدد سكان معين، في كثافة سكانية، في كذا. فهاي السبب. السبب الثاني إنه في بعض المنازل لا يمكن تشبك على شبكة الصرف الصحي لأنها أوطى من الشبكة. أجل حالة معمل، بارك الله فيك وجهودك مبارك إن شاء الله، ويعطيك العافية. الله يعافيك. وأستر يعني زي ما كنا نتمنى إنه مشيئة الله كل هالمعوقات تروح إن شاء الله، وبلدة سلفيت ومدينة سلفيت ومحافظة سلفيت مشيئة الله، هي جزء غالي حرف من حروف الوطن الغالي علينا، وإن شاء الله كل أمانيكم وأماني المجالس اللي قبلكم ولا إنها تتحقق. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. احنا في بلدة سلفيت، في طبعا هذه البلد اللي مليانة خروم زيتون وخوخ ومشمش، والزيتون يعني معروف الكرة الفلسطينية انه زيت الزيتون او الزيتون هذا في كل دار، فما بالكم في سلفيت اللي هي تعتبر يعني مهد الزيت والزيتون البلدي في فلسطين في الضفة الغربية. علشان هيك بنعرف في سلال للتين، في سلال للقطين، في سلال، اما زي هالسلة اللي ما شاء الله عنها انتم شايفينها، هذه يعني صارت رمز وشعار لبلدة سلفيت، هذه السلة الكبيرة اللي جاي بوصل سلفيت. في معانا الأخ أبو محمد من بلدية سلفيت، يحكي لنا هذا أبو محمد يعني السلة اللي شايفها أنا بدا نص زيتون البلد تنتلي. طبعا هاي سلة تقريبا كلفت حوالي 200,000 غصن. يا سلام، 200,000 غصن زيتون، هذه مصنوعة من زيتون، ديروا بالكم. طبعا هي حجم كبير، لانه من غصن الزيتون مصنوعة. اشتركوا فيها عدة ناس، يعني عدة ناس من الكبار في العمر. احنا سوين اللي ببدين، اختياريات اللي ببدين، الزلام ببدوش. لا ما هي انا كانت والدتي المرحومة هي تشتغل في هذا، فانا تعلمت منها وكنت كنت مشرف فعلا على عمل هاي السلة. يعني تعبنا فيها شوية. طيب هذه مش لازم عاملين لها قاعدة هيك وحاطينها هيك، هذه السلة من غصان الزيتون مبدية تطلعوا عليها؟ أكيد في فكرة إنه ندهنها بدهن زيتي عشان ما تخرب. على كل حال محمد، إحنا اليوم جولتنا في قرية سلفيت في بلدة سلفيت في الضفة الغربية. بعدنا بقرية سلفيت ببلدة سلفيت. أبو محمد اللي مرافقنا في الجولة في قرية سلفيت قال عندي خالته تبكى لأبو محمد، لساتها هيك هوايتها تعمل سلال القديمة وتشتغل فيهن. قلنا له يا سيدي وإحنا معناش يعني أي مانع نروح على الحج نخلف إحنا وياهم نتذكر أيام زمان، خلينا إحنا وياكم، إحنا وصلنا يعني عند باب دار الحج اللي هي خالته لأبو محمد، وخلينا إحنا وياكم ندخل ونشوف الحجة شو بتشتغل، شو بتساوي، شو بتعمل. مش رايحين نحكي ولا نخلف ولا شو بتساوي ولا بتعمل غير تنقعد ونشرب قهوه من ايدين الحجة. اهلا وسهلا بالشرف. وين بدك قاعدين؟ بدكم هون ولا جوا؟ لا هان، هاي الخوخ والبركوك. ها يلا تفضلي ام السادك، يلا تعالي معي. جايه ام السادك، يلا اعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابني. ام السادك هالجاروش القديمه هذه بعد تشغلي عليها وبتجرشي عدس بلدي اللي بنعتاز، وبرغل عدس افريقي عليها بعد جبت تجرشي عليها محافظه على هالعاده. بدل ما اروح البلد تاكسي بخمس بسبعه وارجع بسبعه اجرشهم عليها وانا قاعد. طيب يا ام السادك، طيب هسه بدنا نجرش احنا وياك يا ام السادك. ان شاء الله بدي احط عدس انا وياك، بس بدي تسمعيني. سامعه. هذا الجاروش ما كانتش تلف لحالها، بكينا نروض معاي. روضين يلا انا وياك بدنا نغني. يلا شو بك يقولوا؟ يلا هسه بدي اقول مشان اولادك. يلا مشان اولادك، الله يخلي لك اياهم، رجهم يردهم بالسلامه يا ربي. لحظون بلحظون ودعونا لحباب، لحظون بلحظون لفراكي ما يطول، يلا رديهم سالمين
لفراكي ما يطول، صفي شجر وريد يا طريق الغربة، صفي شجر وريد نلحال ريو البريد، ظلي لي عالغياب نلحال ريو البريد، صفي شجر خوخ يا طريق الغربة، صفي شجر خوخ نلحار ريوي الدوخ، ظلي لي عالغياب نلحار ريوي الدوخ. يلا ردهم بالسلام. يا الله يسلمك، الله يرضى عليك. يلا ردهم بالسلامة. الله يسلمك. فتحت الجوع، يلا ردهم كل المغتربين ان شاء الله. غايبين بكل والفلسطينية كلهم يرجعوا على فلسطين ان شاء الله. يا رب يا الله. كل من يرجع على بلده، على بلاده ولاهله ولوطنه ان شاء الله. ربنا يهدي جميع المسلمين يا رب ان شاء الله. طيب بدي تقولي لي هذا كله شغلك يم السادك، هذول القبوعه والسلال؟ هذا شغلي. هذا السله شو هي يم السادك؟ ليش اسمها كرطله؟ كرطله الزيتون. هذا ابن الزيتون، هذا من السريس. اصل لما كل واحد الله يقطلك، لا تشون على الكرطله هذه ولا هذا من السريس الاحمر، وهذا من السريس الاحمر. اه وشو غنية السريس يا زارعين السريس؟ السريس عالسريس يا ورك السريس. أيوة. واحنا بنات عمك يا فادي يا عريس. يلا يلا يا ديتو مبروك لفادي. وهذه الكبعة اللي فيها الخوخ من هذا الخوخ كله من سلفيت وهذا السلفيت من داركم من هان من الدار. شايفين انتو الخوخ كيف؟ الخوخ الفلسطيني وخشم العجل. وهذا الخوخ الاحمر بشرح الكلب. شايف؟ هذا كله حوالين الدار زرعتهم من السادة. والله من الدار. طيب وهذول هذول بعد شو تشتغليهن؟ بشتغلهن ان شاء الله. هذول ليش بقوا يستعملوهن زمان؟ يستعملوهن لك يعجنوا العجين وغطوا اللجن في هذا. في صدور بلاستيك هذا ولا ظل حدا بيعجن اليوم هو يم السادة؟ لا منين؟ بيشتروا مشترى. بيشترين مشترى. بيشترين مشترى الكماج ولا المرك، بيشتروا مشترى. ما حدا بيعجن. جنانك مش هان انت؟ لا. بناتش بجروشين ولا بجروش؟ بجروشين. ما هن مثل بنات اليوم يعني، بنات ابنهن صن زيادة عن البنات اليوم، مثل بنات اليوم بنات. والله لو تقولي لا بختها ما كبلت. لا لا لا، ولا بجروشين ولا بنسجن ولا حوالين انهن يسوين. ولا واحد ورثتها الصنعة منك يوم السادة؟ ولا واحد. انا ورثتها من ابوي. انت ورثتها من ابوك بخي يبدي سلال. يبدي هذا وامي تبدي هذا وتجرش امي. الله يرحمها. هذا الكش يعني اللي بنعمل منه، هات الكشات تنشوف هذول. هذا الكش اللي بنعمل منه ايش؟ بنعمل منه الصينيه والكبعه هذه. الكبعه هذه والصينيه. والصينيه هذا بنروح على البيدر بنكششه لما يحصدوا القمح. وبنبخه بميه. قال لما يطرى بننسبغه. وبخو يلونوه يصبغوه كذا. نصبغه باحمر وباخضر، في نجيب صبغ ونصبغه. طيب وهذا مش من كش هذه؟ لا مش بقول لك، هذا من الزيتون. هذا من الزيتون وهذا من السريس. من السريس والزيتون. اقوى من الكش بطلع. اقوى بس مش اليوم في شهر 9. قديش عمره هذه؟ اول العام عملته. اول العام عملتيه. هذاك الكشات هني يعني اللي انت. هذولك يابسات اذا بدي اشتغلهن. دبلهن بمي 4 ايام. شايف ماكينه خياطه قديمه وراك، ماكينه خيطه شاطره في الخياطه. من انا الي تقريبا 60 سنه بخيط. 60 سنة بتخيطي؟ هذه الماكينة تاعتك هذه؟ أول إشي 8 سنين خيطت على الإيد، في ماكينة إيد وأنا قاعد أخيط عليها، بس بعد 8 سنين جبت هذا صرت أخيطها. وأم السادك باكي شايفة تسمع راديو؟ تسمع راديو. باكي عندك راديو هي وراك. واللي عنده راديو بكمالك الدنيا. شو بخيطة تسمع غير أنا كبير؟ أسمع لصباح. ولا كروان. فريد الأطرش. هذول اللي تسمعيش لحد اليوم؟ ولا بسمع لحدا. بحب واغاني اليوم هذول. ولا اغاني ولا بيعجبني. والاغاني الفلسطينيه القديمه شو حافظه مني؟ يلا تغني انا وياك. يلا شو اللي بدنا نغنيه؟ يلا شو بدنا؟ شو بقى يغنوا للعروس مثلا؟ شو بقى يغنوا لاي مناسبه؟ شو بقى يغنوا؟ يلا هشوف هي من اغاني القديمه. ها يغنوا. نزل دمعي على خدي طريقين، وعلي فارك الشعر طريقين. مجروحة من السادك مجروحة. أنا حسبت الموت والفركة طريقين، وثاري الموت والفركة سوا. بعايد يا دمع عيني بعايد، وجل عيد عام بالدعايد، وجل عيد يم عام بالدعايد، بعيد على فراك الأحباب. والله شويتينا شوية من السادك، كلبنا شويتيه. عنينا يا دمع عيني عنينا، يا شمس بلادنا حرمت علينا، وخلي الوالدي ترضى علينا وين ما رحنا واحنا شباب. ياخ
دمعتنا نزلت يا امي. شوف بدي اقول لك يا بني والله الله بعلى طول النهار والنهار. اطلع تشللي في كلبك هتخليش. الحمد لله بدك تنزل مزليها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو بدنا نقول يا بني؟ بتعطي جافي وغناني العراس. شو بقي يغنوا لما بدهم يحنوا العروس؟ يحنوا العروس. اها يحنوها. وبقي قوم اطلعي من دار ابوك وخالك. قوم اطلعي من حالك واحنا حطينا شروط ابوك وخالك. هذا لما نروحوا شروط مش اللي شرطوا عليه. هذا لما نروح ويطولوا للعروسه منهم يطلعوها. قوم اطلعي من يمك واحنا حطينا شروط ابوك وعمك. قوم اطلعي يا زيني واحنا حطينا شروط ابوك والعيلي. حطينا دفعنا دفعناهن شروط ابوها. والحنة انا داير الحنة والله ماني صاحي الحنة نسيت. والعلسان شو بقى غنينا من النسوان يمشين وراهم في الزفة بكير. يمشين وراهم في الزفة. زمان بعدين منعوهن. منعهم من اليوم بمشينش اليوم. لا اليوم بكين يمشين. ما هن جيب بدين يمشين وهن مكياجات ومزبطات حالهن ولا وبقينا ريت العارسي عندهم بنات العيلي. يلا شوف ريت العارسي عندهم بنات العيلي عزم عليهن مجينش هالليلي. ريت العارسي عندهم بنات عمامه. ريت العارسي عندهم بنات عمامه وعزم عليهن مجينش عداره. واحنا جينا عزومي مش يلا شهر العسل يا فادي في رام الله. انو فادي هذا ابن بنتي. ابن بنتك هذا؟ ساعات انت ولادك متجوزين؟ ولادي متجوزين كلهم. طير العش يعني طيروا هسه اولادهم. ايش تجوز وخلف وش صعب الدنيا. وهذا فادي قد عمره؟ هذا بتحبيه كثير بحبه. ابن بنتك هذا؟ ابن بنتي اللي هانا بكتب. هذا ابن الحبيب ابن الحبيبي. ولا بحبه. وابن ابنك الغريب ابن الغريب. لا كلهم زي بعض. كلهم زي بعض؟ زي بعض. جاي خنيت اولادك ما عندهم مش اولاد؟ هم صغار يعني. يعني هذا يعني هذا هذا اللي بدنا نجوزه عاد. لانه 32 سنه عمره. 32 سنه. هذا يعني بسموه جلو الحضن. كيف بسموه؟ بيقولوا عنه هذا هذا السرله والبرله والمحبه كلها. لا كلهم والله كلهم بتحبي مشتيل كنيش. كم بنت عندك؟ ثلاثه. وما عندناش اولاد يعني الا هالفادي؟ لا كل اهلي لها ثلاثه. كلها ثلاثه بس هذا عشان بده يتجوز. عشان بده يتجوز. وين بدكم تتجوزوا؟ ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه ان شاء الله. بس نشوف له واحد بنت حلال. فلاحه. فلاحه. ولا بدك تشتغلي له من تاعات ال شو اسمهم هذول؟ انا اذا جابها جابيني بدناش. بس هو ما عرفش عنه. بلكي بدوش هو عاده فلاحه. هاي اصغر واحد هذاك الفحضن امه. بلكي بدوش فلاحه عاده. والله على خاطره. يلا جيبي له اغنيه قديمه. شو بكين يغنين ويرودن يلا لشوف. الراديو قلت لي الراديو قد ايه عمره هذا الراديو؟ الراديو عمره تقريبا 60 سنه واكثر. 60 سنه. بكيت تسمع عليه وتشيك. والله بكيت انت والحج ابو السادك الله يرحمه. والله بكى بكى. والله فنان شييف بكى. اكثر. شدي له الهودج يلا. يلا شدي له الهودج يلا. شدي له الهودج يلا. مشتاق لحبيبي والله والله مشتاق لحبيبي والله. شدوا له الهودج يلا. شدوا الريحه يا رجال يلا تنشد رحال. مشتاق لحبيبي الله يعني. يلا بخلنا نجيش احنا وياك. وشو بعدين بقوا يغنوا هذا؟ واحنا جينا عازومي مش حي الله للعلسان. لولاك يا فادي ما كالوا تعالي. لولاك يا فادي ما كالوا تعالي. يطول عمرك واظل بدلالي. يطول عمرك واظل بدلالي. لولاك يا عامر ما كالوا لتفضلي. لولاك يا عامر ما كالوا لتفضلي. يطول عمرك واظل انا مدلالي. يطول عمرك واظل مدلالي. قلت لي بعدك بتجرشي على الجاروش العدس وبعدك بتعمل سلال. يلا قويك ويعطيك طولة العمر. ويا ليتني محل فادي. اعطيني هالهدية. اعطيني نياله فادي في سته. الله يسلمك. هذه حجي هديه. مش هذه الهديه مش في قيمتها زي ما بقولوا. قيمتك اشمر من هيك. هذا انتوا لازم استنتها كلها. ايوه قولي لي. جاء سليمان يوم العرض هدهدة اهدت له من جراد كان في فيها وانشدت بلسان الحال قائلة ان الهدايا على مقدار مهديها. لو كان يهدى الى الانسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. هذا انتوا لازم تقولوها. يعني يا جماعة الخير والله ام السادك يعني قديش لفينا كله ما شاء الله وشفنا حجات بركات ختياريات. بس ام السادك عن جد يعني تراث وشعر ومنعرفش مش مخبيه لنا. استنى بهذا عذاب واحنا في المدارس.
نحن نسل الأقوياء الغالبين الفاتحين، نحن نسل الأنبياء المرشدين المرسلين. فضل. أيها الشعب المفدى حسبنا هذا الكعود، هذا من أيام المدرسة حافظته، حسبنا هذا الكعود، قم لكي نحرز مجدا على ماضينا لا نعود. لا نعيد المجد إلا باتحاد واجتهاد، لا ولن نحسن فعلا إن نسينا الاتحاد. رددي يا كنس عنا بوقار وثبات، وافهم الأقوال أن إنما نبغي الحياة. اجرشي يلا طول عمرك اجرشي. الله يسلمكم. اجرشي خلينا نشرب القهوه اللي حكينا عنها. شايفين الخوخ الفلسطيني في ارض سلفيت زي حب العوامي مثل العسل. هذا الخوخ، هاي الحج البرشم السادك معنا، شايفين شجره الخوخ. يعني عسل شو بدي اقول. كل بيت فلسطيني تقريبا في سلفيت وفي القرى حواليه خوخ وحواليه، وهي خشم العجل، هاي اللوز وهي الخوخ. هذه مشمشي هاي هانا خشم العجل، شايفين الخوخ خشم العجل. هذا اقطع شوي صغير بصير حجي، بصير احمر هيك، بصير زي هيك، زي هالحبه اللي واقع على الارض. طلعوا بصير زي هيك، يعني زي الحب اللي على الارض واقع هيك، احمر وبشهي طعمه. وهي التين برضه. خلونا نكزر احنا والحجي من السادك في جنانة البيت الفلسطيني الأصيل. بعدهم في سلفية بطبخوا صابونة. صابونة، شوف هذه تينة، هذه شكلها بياض، هذه زراكي وهذه خضاري. ثلاث أجناس. هذه التين بتطلع ثلاث. يعني حبات التين ثلاث أنواع. شكة بتعطيكم إيش؟ بياضي. تين بياضي. وشكة زراكي. وشكة بتعطيكم تين زراكي. وشكة خضاري. وشكة تين خضاري. في شجرة واحدة. شجرة واحدة. هذه الخضاري. وهذا زراكي وهذا بياضي. وهذه بياضي. وكل سنة بتوصلوا منهن. كل سنة بناكل. يلا أم السادك يلا طول عمرك، خلينا نمشي نشوفها. هذه إحنا في جنان الدار أم السادك في سلفيت. وهذه ليموني حامضة. هذا شايف الاحمر من عن هذه الشجرة. وهذه شجرة الخوخ الاحمر، وهذا شراب التوت. شراب التوت بيسموه. وهذه هي في عليها برضه اصفر، هذه الشجرة. هذيك خوخ اصفر، هذه حامضة هذه. امشي يم السادك، تعالي معي، جاي تعالي. بعدنا ببلدة سلفيت، قلنا لكم من بداية الحلقة بدكم تقولوا قرية قرية، بدكم تقولوا مدينة مدينة، بدكم تقولوا محافظة محافظة، بس رغم كل اللي شفتوه إلى أنه سلفيت محافظة على عاداتها الفلسطينية والتكاليد والتراث. بدنا ننسى أيام اليوم ونحكي عن أيام زمان. كديش عمر البرتشا أول شيء؟ العمر أطلعيناش 88 سنة. ما شاء الله. بدنا نكيم منهن 18 سنة ونرجع ل 70 سنة لورا. لما بكيت من 18 سنة. بكيت فيها البلد. كيف بكت هذيك الأيام؟ كيف بكت سلفيت؟ والله حلوة، بلد ريفية. فيها التقاليد العربية، فيها الطوابين، فيها البساتين، فيها الشجر، فيها التين، فيها القطين، فيها العزبان. شو نزرع نوكل؟ والناس كانوا برضو كأنهم عيلة واحدة، يتعاونوا
مع بعض في المواسم الحصاد ومواسم يفزعوا لبعض واحد بده يبني ثلاثة كيل البلد تفزع معاه وكلها ويبنوا له البيت كله جماعات جماعات لطل اللحمة بكا بشلن 4 كيلو الكيلو بشلن الكيلو بشلن خمسة قروش خمسة قروش بكا ما هو مسعد اللي معاه خمسة كله معاه الاضافة لحج اللي معاه صحيح. لما تجوزت الحجة عايشة الحجة أنيسي الحجة أنيسي موجودة لا والله توفت عليها رحمة الله طيش. جددت بعدها لا لسه عليها لا ما جددت كديش بقى عمرك لما تجوزت قلت لي 20 سنة 20 سنة ما شاء الله كديش بك تدفع مهر قرابتك الحجة قرابتي راعوك معنا كل شيء بين عمي بنت عمي بنزلها عن ظهر الفرس بنت عمي مش هيش بكل الفلاحين بنزلها عن ظهر الفرس زي العادات دفعت لك 100 نيرة بجوز 100 200 دينار 300 دينار باقي باقي مسعد ابو فاروق زمان هذاك الزمان وبجوز اكل وتسوى من المدينة جبتوا له من المدينة وزفوك رغم انه وزفوني طبعا على الخيل زفوك على الفرس على الفرس زفوك على الفرس على الفرس وشو عمل شو غديتوا هذيك باقي غدوا مش زي اليوم لا غديته ذبحته هذيك طبعا والجون شو طبخه يعني مفتول ولا لا مناسف مثل المناسف من نوع المناسف من نوع زي ايش يعني شو فت ورز ولحمه فت ورز ولحمه فتيت تحت مع ميه بندوره او مع لبن او وعليه رز وعليه اللحمه كل البلد تيجي توش خلاص يا جماعه بخير غداكم اليوم عند طبعا بتيجي كل الناس تتغدى وبتروح تتغدى طيب وانتو شباب كيف بكيتوا تقضوا وقتكم في الكرية كيف بكيتوا تساوي شو تعملوا شو تلعبوا فيش تسلوا حالكم فيش في الرياضة بقينا في رياضة في بقى في بكى فطابيل هو لكرة طابات الشرايط في فطابيل وكانت بس 70 سنة بداية لا كان لا في بدايتها لا ما كان في بداية قبل 70 سنة وبعدين في الزراعة في الأرض بكيت تزرعوا بكى عندك وطيات أبوك طبعا معلوم شو بكى يزرع بزرع تين يزرع زيتون يزرع فواكه عنب طبعا بكيتوا تعملوا مصطاح قطين مصطاح قطين وقصعات قطين تروح عليه مصطاح القطين بالضبط ونشفوه ولبسوا بعضه ويعملوا قصعات أو جففوه وبيعوا والبيادر والبيادر برضو كانوا يحصدوا يتعاونوا الناس على الحصيد في كل الناس تفزع لكل هذا يفزع لهذا تخلص البلد مع بعضها كلها يعني ورا بعض على طول وياخذوها على البيادر اللي يسموه بيادر وبعدين بالحصن تيجي بالحصن كيف بقيدوا كيف بقيدوا كان حصان او راسين بقر ومشين لفين على الكش وراهن لوح من بهرس القش وبطحنه يعني وانتو شباب تنططوا على اللوح بالضبط مشان 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 تاكلوا وبعدها طبعا يجمعوا وذروا يفصلوا التبن ويطلوا هذا وياخذوا الحبات وروحوا هن على البيوت بتعيش عبالك هذيك الايام والله ايام حلوه تطلع ايام ايام البيادر ايام البيادر بقينا نضل نلعب على هالبيادر بيادر يعني شايفه لما يبقى بالضبط تناموا على البيادر والله تقول لابوك واحدة وننام على البيادر صح تسهروا اي نعم بتعن على البال بعد ما في شك يا زماني الاولي الله مشايف بكي بكيتم مشايفين والله انه الناس فقط في يعني مش شاعري ومبسطين الناس واكلهم بسيط وحياتهم مريحة ومتعاونين مع بعض كم حلاق بكى في هالبلد؟ حلاقين؟ بجوز واحد او اثنين وشو بكيتوا تعطوا لما كنتم تحلقوا؟ قمح 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 قمح؟ قمح صاع صاعين قمح في السنة مش بيضة بلدية او بيضة او اشي من النوع بيضة بلدية اما الاغلب يشتغل على صاعات قمح حياة امك بكى عندها الله يرحمها بكى عندها جاروش طبعا تجرس جاروشي والغربال وغربل والغربال عهدات البال والله هذيك الايام اي نعم تشتكي لها بتحن بتعن ما في شك بعد الله طبعا تطلع ايش بعدك تزور الوطايات عندك بطلع ارض بطلع بطلع وبحب الارض وبحب الشجر بتروح بتكشكش على الزيتون بحب ولا والله خلاص. وانا حتى وانا كبير يعني هذا كله انا اشتغل مع العمال بحب يعني وكنت اخذ معي مثلا عمال اطلع معهم اسرح معهم اشتغل معهم يشتغلوا معي
عندك اولاد وعندك جناين؟ عندي ولدين متجوزين. متجوزين بيقبلوا ينزلوا على الزيتون؟ والله في شغلهم ما بنزلوش هالايام، ما هم برا في ال ما يعني بلقطوش الزيتونات. لا بلقطوش، ما هو بنات اليوم بنات اليوم كلها انزل على الزيتون بتقول لك لكني على المحكمة. لا في احنا اليوم باخذ الزيتونات منك احراث والقاط يعني بتضمنهم لا مش ضمان هو بحرث وبلقط وبعطيك النص وباخذ النص وهكذا. على كل حال احنا تشرفنا حاج جفر، الله يعطيك الصحة الله يعافيك ويخليك وتظلك ان شاء الله تشكشك على الوطايات. والله الحمد لله. وهذه هدية بسيطة حجي، جهود مشكورة جدا جدا اللي بتعرفونا على ماضينا وعلى تاريخنا وعلى هذا تراثنا وعاداتنا وهذا تراثنا وهذا عاداتنا. يلا يعطيك العافية. الله بعدنا بقرية سلفيت وعندها اللحية الغانمة عاها البرندة قاعدين وعلى الهوايات بطشين على الكلب، والحج أبو جمال من أي حمولة الحج؟ بني نمرة يا عمي. من بني نمرة؟ لا لا بدنا نحكي لا وانت تجوزت لا ولا كيف تجوزت كل بدك إياه ولا بديش ولا كم مرة عندك ولا اختيار عايش ولا مش عايشة، بدي تحكي لي يا أبو جمال يلا طول عمرك عادات وتكاليد أهل سلفيت بالنسبة للزيتون والزيت وكيف بيساووا وسمعت بيخدموا بعض وإذا واحد خالف بتوقف البلد. احكي لي لحالك كل اللي في كلمك اطلع لي. طبعا عادات في موضوع الزيت والزيتون هو أهم مشروع وأهم نظام موجود منذ زمن المملكة الأردنية الهاشمية وقبلها بعشرات السنين. هذا المشروع والنظام موجود بسلفيت اسمه نظام صيانة المزروعات. وعلى حسب معلوماتي موجود منذ سنة 1927 منيح. وهذا المشروع في موسم الزيت بوقفه أو بوظفه موظفين بسموه غفير أو غفير. أو مخضر ناطور أو مخضر أو حارس فبشتغلوا ستة في موسم الزيتون واللي فيه حسب النظام وقت القطف بحددوه وهو 1/11 لسلفيت. بتردوش على الوزارة لو كانت لكم في شهر 10 ولا لا ما الناس شوكم من راسكم. نعم مش راس اللجنة الزراعية بيقرروا وانت البدء كل من يبدأ بوقت بيوم واحد أقل يخالف ثم ممنوع اللي بتصيفوا حتى وقت معين واللي بتصيف بتخالف وهم هذا لغاية اليوم ماشي الحكي. نعم هذا منذ سنة 1930 حتى اليوم. أها. وأهم نقطة في النظام هو اللي بيشجعوا على السركة اللي بيشتروا الدكاكين اللي بيسرقوا الزيتون. هذولا بيشجعوا اللي بيسرقوا. شو بيساووا فيهم؟ هذا كل واحد بيشتري كيلو زيتون أخضر بدفع غرامة 100 دينار أردني. يا سلام. واحتمال أن يقدم إلى المحكمة أيضا. والسارق إذا كان طفل يغرم بغرامة، وإذا كان كبير بدفع أبوه وإذا كان كبير يدفع غرامة ومصادرة المسروق وتقديمه للمحكمة. هذا لغاية اليوم ماشي عندكم؟ هذا اليوم من 1930 لا في قانون ولا غير هذا قانون البلد. هذا قانون البلد ومصدق لا بتروحوا لا لشرطة ولا بتروحوا لا محاكم. بنروح للشرطة لما واحد يعصي بدوش يرد عليك بروح له بتنفذ الشرطة. علشان هيك احنا في نهاية حلقتنا في قرية سلفيت بلاش يزعل منا الحجة خمنا خمساوي مدينة يا عمي مدينة كبيرة من كلكم. طبعا هذه هدية بسيطة من الوافد للأدوات المنزلية قيمتك أكبر من هيك. ومن كلكم أعزائي المشاهدين إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بسلفيت مع الخوخ والدلاك. أهلا وسهلا السلفيتي وسلفيتي يا تفاح. أهلا وسهلا وإلى اللقاء. أهلا وسهلا.